في وجودا وعدما. وكذلك مسألة تحديد رمي الجمرات أيام من الحجاز بين الزوال والغروب مع كثرة عدد الحجاج الذين أصبحوا يتجاوزون 3 ملايين، والعدد قابل للارتفاع والمساحة ضيقة، مساحة سواء باعتبار الزمان أو المكان، مما أدى إلى حوادث مؤلمة أثناء رمي الجمرات أدت إلى إزهاق الأرواح تحت أقدام الحجاج مثلا. وكمسألة ما لو اختير مسلم ليكون رائد فضاء ماذا يكون حكمه بالنسبة للصلاة وللصيام مع اختلاف مقاييس الزمان ومع تعذر الشروط أحيانا، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي أصبحت تفرض نفسها على العالم الحاضر أحب أنكره وإما عمته البلوى، وتحتاج في نفس الوقت إلى قول موحد، إلى قول يجمع كلمة المسلمين ويقيع على هذا الخلاف الموجود فيها. ولن يتم ذلك يا مولاي إلا تحت سقف مجمع فقهي تعترف به سائر الدول الإسلامية وتعترف بإصداراته حتى يكون له سند قانوني وتدخل أحكامه في نطاق القانون التي يمكن للمحاكم أن تعتمد عليها وتفتي بها. وهذا ما نرجو من الله جل جلاله أن يحققه يا مولاي على يدكم الكريمة، وأن تكون السباقين لتأسيس هذا المجمع الفقهي كما كنتم السباقين إلى الدعوة إلى تأسيس المؤتمر الإسلامي، وبجهودكم الموفقة وفي أرض مملكتكم السعيدة وتحت رئاسة جلالتكم انعقد أول دورة لهذا المؤتمر الذي لا يزال يؤدي خدماته الجليلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمركم ويمتعكم بما فور الصحة والعافية ويحقق أمل المسلمين فيكم، وما ذلك يا مولاي وبعون من الله وتوفيقه لعزيز على همتكم مع ما تحظون به من مكانة سامية إلا برؤساء الدول المسلمين كافة كافة. فنسأل الله تعالى أن يمد في عمركم ويطيل عمركم ويمتعكم بما فور الصحة والعافية ويرزقكم العون والتوفيق حتى ترى فيها حتى يرى المسلمون فيكم ما يرجوه لكم، ويحقق الله تعالى الأمل الكبير على يدكم، وتضاف هذه المكرمة إلى سائر مكارمكم، ويسجل لكم هذا ويسجل لكم هذا الأمر بفخر العجاب بمداد الفخر والعجاب ولا غربة في ذلك. ونسأل الله تعالى أن يديم عليكم نعمه وأن يقر عينكم بولي عهدكم المحبوب الأمير الجليل سيد محمد وصني يستعين مولاي الرصيد، وأن يتغمد جلالة والدكم بمغفرته ورضوانه ويمطر عليه سآب من مغفرة الرحمن، وأن يهدينا جميعا على صراط مستقيم ويوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وخير شعوبهم. آمين آمين. ربنا لا تواخنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والختم مولانا أمير المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك رب العزة عما يصفون.